غالية غالية تعالي هني، لما أكلمك تعالي هني كلميني. نعم لا تحقريني. نعم يما. ليش نزلتي بسرعة من السيارة وما تبين تروحين معي حق خالاتك؟ أنت تدرين ليش؟ غالية مالك شغل فيني ولا بحياتي، ولا تنسين أن أنا أمك، أنا اللي أحاسبك مو أنت اللي تحاسبيني. أمي تعلمني الصح من الغلط، مو تسوي الغلط. غالية إيش فيكم؟ إيش صاير؟ خلي أمي تقول لك شنو اللي صاير. يما إيش فيكم؟ إيش صاير؟ يعني ما تعرف أختك المليقة هذه؟ ما أدري، كنا بنروح حق خالاتك فجأة نزلت من السيارة ما تبي تروح، غيرت رأيها. مو مشكلة نروح لهم وقت ثاني. حسبي الله على إبليسها عكرت مزاجي. هاي بوي. عليك. جاهز حق الأولمبيات؟ عفا عليك، إن شاء الله جاهز. كفو كفو على ولدي، كفو كفو على السبع. ما وصيك، حط بالك على نفسك بابا. عاد أول ما توصل كلمنا واتساب. إن شاء الله. دير بالك يبا، دير بالك. حاضر. يلا يبا يلا، حيخلونا من هالحكي، امشي لا نتأخر على المطار. إن شاء الله إن شاء الله. يلا يلا.